العيش والعمل الآمن في دول مجلس التعاون الخليجي. الخليج وطن لاثنين وعشرين مليون نسمة من جنسيات مختلفة يعيشون بأمان وسلام على مدى الأيام. تقنيون، مهنيون، محترفون يبنون ويعمرون. الخليج رعاية صحية راقية، مدارس ذات مستويات مميزة. الخليج بلد الكرم والسخاء والخير والرفاه. الخليج على هذه الرمال والمياه تزهو الحياة وتنمو الأجيال. وطن الأمن والاستقرار والعمل والإبداع والاستثمار. أهلا بكم في الخليج.